لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الزعيم حاضر الزعيم حاضر الكاس 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 بين الاثنين بينهم بينهم بين الزعيم وبن دروة ولكن حاضر يصمد 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 حاضر والزعيم يحاول الزعيم يحاول يا سلام الكاس الكاس مع حاضر مع الزعيم محمد بن جار الله بن دروة مالك الزعيم هذا هو كأس البطولة للحقائق القعدان ومحمد بن جار الله بن دروة البريدي يتسلم الكاس من مبارك بن محمد بن بادي مدير السباقات والأنشطة في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن محمد بن جار الله بن دروة تستاهل فوز الزعيم وانتزاعه لكأس آسيا الحقيقة قعدان الشوط المفتوح تستاهل خير وعافية أبو بريك الله يطول عمرك وش سلالة الزعيم؟ سلالة الزعيم الله يطول عمرك يبيه سوداني الغرشي وأمها سياد عند علي بن حمد الحيدان ومشاركاته قبل رمز الليل دخل متخالين أول متخاله في الوالد دخل سيارة والختامي طاح الشوط ولحق وجاء سابع شعورك وانت تنتزع شوط المهجنات والعمانيات والمفتوح وفايز على قعود حاضر في رصيد سيارتين والله يا ابو بركه شعور ما اقدر اوصفه لك صراحه نعم كيف شفت مسار قعود في الشوط الليل والله القعود ما قصر اليوم اللي روح على يده من انا ما بطلت سماعته الا في الامتار الاخيره نعم في الفوتو فينش متى عرفت قعود سابق محمد والله عقب ما ذعت انت بعد الايداع نعم نعم كنت على اعصابك في ذاك الوقت اكيد اكيد هذا الفوز انه مسوي جره لمن تهدي تستاهل خير والله هديه لسمو الشيخ سيدي تميم بن حمد الثاني والوالد والمتابعين شعار بن ذروة يضل الله وجهك جعلهم دائم شكرا جزيلا لك ابو جار مرحبا مرحبا بكم لابته لابته وقفه شوميلة